عندنا رواية من يفكر بالموت يومية 20 مرة، يومية يفكر بالموت 20 يكتب إما يرزق الشهادة أو يكتب له مقام الشهداء. إحنا نذكر الموت أصلاً يخاف يذكر الموت، بعدين يقول لك لا تذكر الموت سيدنا هذا يصير يأس، بالعكس أنت إذا تذكر الموت يصير عندك نشاط، يصير عندك قوة إنه أنا وراي موت خلي أشتغل. الإمام يقول روحي فداء يشتغل بالمزرعة. بعدين يجي هذا السفياني يقول له يا ابن رسول الله أنتوا ناس زهاد عباد شنو هتشتغل؟ قال له شوف أنا أشتغل حتى لا أمد إيدي لك وأمثالك، عز إلي الشغل. بعدين إيش قال؟ قال لو لم يكن بيني وبين قيام الساعة إلا أن أزرع هذه الفسيلة في الأرض لزرعتها وأنتظر القيامة. يعني بينك وبين الموت لحظة فقط، بس تقدر تزرع هاي النواة ازرعها وقول يلا أنا مستعد، لبيك اللهم لبيك، خذ روحي. هالشكل لازم تشتغل عندما تذكر الموت. هذا معناته مو انه عندما اذكر الموت يصيبني اليأس والبؤس والعزله وانت عن الناس ويا شنو انا افكر بالموت ولازمني الخوف، لا بالعكس الموت نقله رحله من دنيا الى دنيا. فليش انا خايف؟ قال يا ابن رسول الله او لرسول الله ابو ذر قال ليش نخاف من الموت؟ قال لانه عمرتم ما هو خراب وخربتم ما هو عمار.